ما رأي الشيخ صالح بتطويل خطبة الجمعة وما السنة في الخطبة والصلاة؟ تطويل خطبة الجمعة مخالف للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم حث على إقصار الخطبة وإطالة الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: أطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة. هذا هو الهدي النبوي وهذا هو السنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة. وبعض الناس على العكس، خصوصا بعض الشباب هداهم الله، فإنه يطيل الخطبة ويذهب يمينا وشمالا ويذكر أحوال الدول والأمم، يريد أن يعدل الدنيا كلها في خطبته، وهذا مخالف للسنة. الخطبة يلاحظ فيها أحوال الحاضرين فينبههم على الأخطاء التي يقعون فيها ويعلمهم أحكام دينهم مع الاختصار وعدم الإطالة.